وهذا العطب هذا كيخلي ان ممكن الطوموبيل تحلك بسهوله من برا ويقدر اي واحد يحلها ويقدر يحلها بالصدفه وكتكون الطوموبيله ديالك معرضه للسرقه. السلام عليكم، تحياتي لكم متابعينا الاوفياء. بغيت نبارطاجي معكم واحد المساله اللي هي خطيره جدا وبزاف ديال السائقين بصفه عامه ما كيردوش ليها البال. هذه المساله هو ان السياره ديالك معرضه للسرقه وانت ما ردتش البال. يعني انت كتنزل كتحط الطوموبيله في الباركينغ كتصورتها، تقدر تاكد كاع الدور على البيبان كاملين كيبان كلشي مصورت، ولكن في هذه الحاله هذه ممكن ان السياره ديالك تحل بطرق اللي هي سهله. بطبيعه الحال ما غاديش نقول الطريقه كيفاش غتحل الطوموبيل. انا المهم اللي بغيت نبارطاجي معكم في هذا الفيديو هذا، ونبغيكم نتوما كاملين تبارطاجيو هذا الفيديو، بارطاجيه تيليشارجيه، ما عندي حتى شي مشكل، ما غادي نتبعك لا بكوبي رايت لا حتى شي حاجه. المهم ان الفكره توصل. بعد خطرات كيكون عندك واحد العطب في النظام ديال القفل ديال السياره وانت ما رادش البال، وهذا العطب هذا كيخلي ان الطوموبيل ان ممكن الطوموبيل تحلك بسهوله من برا ويقدر اي واحد يحلها ويقدر يحلها بالصدفه وكتكون الطوموبيله ديالك معرضه للسرقه. انت باش غادي تعرف بان الطوموبيله ديالك معرضه للسرقه وبان ممكن تحل بسهوله هو ملي كتكون غادي سايق في الطريق، كدوز بعض الخطرات على شي دودان ولا شي حفره، كتكون الارض مثلا ما مقاداش، اولا كدور مع شي فيراج ولا شي زنقه، كتبدا تشعل في ديك اللحظه ديك الاشاره الحمراء ديال البيبان، كتشعل وكتطفى كتسمع حتى داك الصوت بان بحال حليتي الباب، وكيبقاو البيبان مسدودين. يعني واخا كتعطي ديك الاشاره بان الباب محلول، واخا انت مصورتها من هنايا من جهه القفل كتبان لك هذه الاشاره حمراء بان راه البيبان مسدودين، ولكن هنا كتعرف بان راه كاين عندك واحد العطب. يعني خصك تمشي عند التقني ديال القفوله ديال الطوموبيلات ويصلح لك هذا العطب. انا ما غاديش نقول لك شنو المشكل فين كاين لان هذاك ماشي الاختصاص ديالي، ولكن التقني هو اللي غادي يقول لك المشكل فين كاين. يقدر يكون خصك تبدل القفل ديال الباب، اولا يقدر يكون غير شي اصلاح خفيف اللي نحيدوا منه هذا المشكل هذا بصفه نهائيه. على العموم هذه القضيه هذه اكتشفتها غير بالصدفه وحبيت انني نبارطاجيها معكم، واكتشفت بان الطوموبيله كتحل من برا بكل سهوله. ونتمنى ان هذه المعلومه تكون فاتكم، ونتمنى انكم تبارطاجيوها على جميع المنصات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.